مالك جمعة وحلية هاي فضائل ليرادة من أها إنه كولم يتأهادو مال ما هكلي وإنه قفكو يقانا مالك فضل قولية هاي ليرادك أشياء السنة أهنا كتلق لا إنه كفا إذا يستو إنتو كجارو كأول ومال إلهي السيي ومد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحانا كل ما يؤسيغي يهودي النصارى وحو النبي بيري عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا إلهي وحو كلمي يجمع هذا وخير كذا يفضل كذا كلمي يؤسيجي كوين قوري فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد يهود وحي كلقين أوقاتين ما لنت سبتك إن يوها تأسبوع عيديس نصاردنا ما لنت أحد إن أسبوع مالك النستان وعيدا يوها فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة إلهي بأينا كان الدنيا ذا مركزو إلهي وحي نقهنوني أمديه نقهري مالك أي ساقين وفضل قبضنا أو جمعة أها أي إلهي نسي مركز النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فجعل الجمعة والسبت والأحد ما المها إلهي وحكاً إغي من ظهر الجمعة سبتك وكدن بأي أحد أو كسدن بيس وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة سيدا مالين كانوا وظهر أي مال مهودا أي عيد دواء أي وظهر رينا أي تبع نوغيهين مالين تقيامها أنه أنا وظهر رينا نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة أنه وحانا هاي كوة الدون كذاتك الشوغة وقضن بيا الدنيا ذاتك وقضن بيا وأمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا أيا أمدها وقضن بيس إسلام مركز وحانا هاي كوة وقهر يا قيامها ذاتك المقضي لهم قبل الخلائق ee waxa weeyaan ayaga hawshooda la dhameynayo oo la kala xukumaayo inta ay ummadaha kale horan yihiin oo aan la taaban ayaa ummada Nabi Muhammad ugu horeeyaan xagga qadaayagooda iyo kala saaridooda ummada Nabi Muhammad baa ugu horeysa adduunkana abuurista ayaga ugu dambeeya ummada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ummad kale oo naga dambeysa oo nabi kale loo soo saaraya ma ay jirto waxa la wixii adduunka yibaada وأمد النبي عليه الصلاة والسلام مالك عسقة ومالك قرح يصاب بحض مالك وفضل قبضه وحن النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة مالك قرح يصاب على طه وحأقوين وقو خير بضن مالك جمعة يا أقو خير بضن فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ومالك آدم لأبوري مالك جمعة ومالك جنة لقليي آدم عليه السلام ومالك لقصو صار نبي عليه الصلاة والسلام وحكرا حديثك لكو الشيغي إنه مالك الجمعة ويهي فيه قبل مالك آدم أولنتين وحوها مال الجمعة أيها وفيه النفخة وفيه الصعقة مال تبونك قيامها الأفوفية وحكوب بيغيها مال الجمعة صعقة يصوحي دلع عيسانة صعقة وحكوب بيغيها مال الجمعة أيك بيغني مال كان سداس أيو قيمة بدنية إلهي بأي نوغد لك عيد نبي قوحي عليه الصلاة والسلام إن هذا اليوم عيد جعله الله للمسلمين مال كان ومال عيد إلهي أويالي ضدك مسلمين تأويالي عيدا وحال إلى عيد صغرى عيد يريدوي لبدا عيدون أو كرنا وعيد ويني عيد صومك كذب بيس عيد الفطر يعيد كذب بيس وحويان ما أنت حتك وين لجودنا يا عيد الأضحى صدق لا عيدود عيد أفريسه أما الشنايسه إسلام ككم الصغنا من الأقراء إن وحويان مسلمين تأيجوا أي سماستان ما لين عيد أو أي تشديستان دم بنوي حرام نوي أما كم جعو بد والد كامركو دنتل إسكوي ماله وسنة جورته أما هكون مجاعبنا تعلم جوني أمد ما الله صار هيو أما هكون مجاعب مالنتي هبلايو أما هكون مجاعبنا تمالنتي موليد كهاتو
maalmaha noocaasa waxa weeyaan oo kala duwan oo waxa weeyaan dadku ay ku tashanayaan oo sida ciidda u soo baxaan oo u dabaaldegaan oo waxa weeyaan u faraxsan yihiin u samaysanayaan wax ka jira ma leh ciidda la ogol yahay islaamka dhexdiisa waa middaas maanta aynu joogno ciidda yar ah iyo labada kale weeyaan maalinkan isaga ah wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam jumcada ilaa jumcada kale qofka in loo dhaafo dembiga wuxuu nabigu yidhi as-salawaatu al-khams wal-jumu'atu ila al-jumu'a wal-ramadaanu ila ramadaan mukaffiraatun maa baynahun ida ijtunibat il-kabaa'ir salaadaha shanta ah iyo jumcada ilaa jumcada kale iyo bisha ramadaan ramadaankeeda kale qofka waxaa loogu dhaafaa dembiyadii yaryaraa hadduu ka dheeraado kabaa'irta marka jumcadan jumcadii hore iyo middaan inta u dhaxaysa wixii dembi ahaa oo kaa dhacay oo kabaa'irta aan ahayn ee sagaa'irta ah ayaa ilaahay kuugu dhaqahayaa subxaana wa tacaala fadaa'ishiisa maalinka waxaa ka mid ah waxaa ku jirta saacad ilaahay qofkii wax weydiistaa uu aqbalahayo ajiibahayo wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina fi ljumucati la saacatan laa yuwaafiquha muslimun qaa'imun yusalli يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ما لنت الجمعة وحا كتير تساعة وقت بقى كتير ساعة دا سماءها مدى عليك كوحيرا اللي احنا كدقال لك الوضع وقت أيا كتير لك الوضع وقت قاسي وحا ويان قف مسلم آه وإلهي بريها يا مجره ودعاء يا بريها أتاقا وإلهي توقيا ويديسنا يا خير أما هذا من الدون أما هذا مد آخر إلا إلهي وسينيا كي ويديستي أي إلهي سينيا سبحانه وتعالى حديثك كلا وحو تلمامي وحويان فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر وحكر رادسان ساعة يا وقت قاس دعاء سبقوني الله أقبلها يو صلاة عصر كبعدي وقت كدم بيا كرادية هل كرادية فضلقاس مركا مالكان والليا وحالا نحن جاي ساعة داس قيمها بدن ولو تلقلها وحكم إذا فضائشي سا سورة الكهف إن الأخرية نبي وحير عليه الصلاة والسلام سورة الكهف قفك أخرية لبدا جمعة انت ودح حيسا أي أو افتح وإله افتين كسي يا نور سبحانه وتعالى وحكم إذا فضائش مالكان والليا هي وحويان يهمين كي سبع صلق النبي إن لبدي صلى الله عليه وسلم وحو النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل أيامكم يوم الجمعة ما المهي نوحا أو فضل بضن ما لنت جمعة فأكثر علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي وحاب السان صلق آدي صلينا السان بديا والإيسو بندقيا مركز الصحابة وحي لأن يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا وقد آرمت سيلو قوصو بندقا يا صلقا عن قوصو لنا إنو أدقوا الله فهاجي بأي باليومين وبابعضي مركز النبي يقول إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء إلهي وحو كحرمي رولكا إنو عنوه أنبياء إلهي جسد كود إنو عنوه إلهي وكحرم سبحانه وتعالى حديثك لو حويان فأكثر الصلاة علي إن أقص اللسان بديا ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة هل مرغفك أقص اللي طبعا شير أي إلهي سبحانه وتعالى قص اللي صلق إلهي نوح ويان ثناؤه في الملأ الأعلى إلهي إنه أضون كان أمانيه وملأ سراء نحذر ذكو أمانه ملائكته مقربين تاه أي إلهي كدح أمانيه marka salliga nabiga in la badiyo habeenkeeda iyo maalinkeedaba shay aad iyo aad u qiimo badan weeyo waxa kamid ah fadaaisheedu ay leedahay qofka habeenka jumcada dhinta ama maalinka jumcada la oofsado waxaa loo rajaynayaa xusnul khaatima calaamadaha xusnul khaatimada lagu yaqaano qofka khaatimo wanaagsan ku dhintay waxaa kamid ah inuu ku dhintay habeen jumca inuu dhinto ama maalin jumca uu dhinto نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام فضائش مالك كان أولي هاي آد بوفر بدنيا وحا هبون مركا قفكو إنو كغفا إذا يستو وحا ويان قراءة قرآن كا وحا صلق النبي قوبا ديو سيدوك للسنة دي وقبيس كا يطيب كي يودقون كي قفكو أمرسانة هاي
هي وقتي هرا إنه يماده إنه إلى لي آداب تمركو يماده ضدك وسنقرته ذكرت الله بصنن ماشى مركز وبنان وصفقة وكهلة وفريسته إنه كل مشغوله ذكر إلهي سبحانه وتعالى يصلي النبي يا آخرين القرآن كإنه كل مشغوله يا وسكدة أيه شاكرة يا وحيالها كلا وحويان شو معدي سوى حولي بهاي كذلك أنت خطبة الصعطة إنه قفك وحويان سكتشو تيو هذا الكا يا فلاتك وحيالها قاركو كفلا هذا أيه أيضا وحويان ممنوع وين وين آد يا ذلك على سكة إلهية مالك قيمة بدن هو يهودي النصارى أي ساجين وحان نصيب درعة وحويان ضد مسلميننا سيدوك لنا أسيقان ومالك سيوح ويان فضل قبضا أسيق قاركم